أهلا بكم. قوات الأمن السورية تعتقل قادة حركة الاحتجاج في بنياس شمال غربي سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 250 شخصا في بنياس، بينهم 10 نساء وصبي في العاشرة من عمره. وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إن 16 شخصا قتلوا بنيران مجموعات إرهابية في سوريا، بينهم 6 عسكريين، كما لقي 10 سوريين حتفهم وأصيب 3 آخرون إثر تعرض حافلة كانوا يستقلونها إلى كمين نصبه مسلحون مجهولون بعد عبورهم الحدود اللبنانية الشمالية مع سوريا بالقرب من مدينة حمص السورية. إصابة 16 شخصا على الأقل بجروح في أعمال عنف طائفي في القاهرة، في الوقت الذي بدأ فيه آلاف المسيحيين اعتصاما أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في وسط القاهرة. وطلب المعتصمون بالإفراج عن المعتقلين المسيحيين في حادث أبو قرقاس وتقديم المسؤولين عن حادث إمبابة للمحاكمة العاجلة. تقارير إسرائيلية تقول إن فرنسا اقترحت استضافة مؤتمر دولي للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين أواخر حزيران يونيو المقبل. وحسب هذا الاقتراح سيعقد المؤتمر الدولي على أساس العودة إلى حدود عام 67 مع تبادل للأراضي والإعلان عن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية والاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعرب عن اعتقاده بوجود شبكة دعم من نوع ما لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان، لكن التفاصيل لا تزال غير واضحة، في إشارة إلى معرفة مسؤولين باكستانيين بوجود بن لادن في أبوت أباد. الثوار الليبيون يخوضون قتالا ضاريا مع كتائب القذافي بالقرب من مطار مدينة مصراتة غرب البلاد، بينما استهدفت طائرات حلف شمال الأطلسي مخازن ذخيرة للحكومة بالقرب من الزنتان جنوب غربي طرابلس. مقتل متظاهرين وإصابة العشرات بجروح حين حاولت قوات الأمن تفريق اعتصام في تعز جنوب غربي اليمن، كما حذر ائتلاف أحزاب اللقاء المشترك الحزب الحاكم من أي تأجيل إضافي لاتفاق نقل السلطة برعاية دول الخليج الذي يهدف إلى إنهاء حالة الاضطراب التي تشهدها البلاد. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. إلى اللقاء.